والآن إلى وقفتنا الأولى مع زوايا المراسلين من مصر ومن القاهرة مع سمر باشات، وموضوعنا الأول الفنان أحمد رزق. ما القصة يا سمر؟ صباح الخير يا ليث، صباح الخير يا سمر. الفنان أحمد رزق مع الأسف ابنه كان تعرض منذ حوالي 53 يوم لحادث. هو كان راكب الدراجة النارية بتاعته وصادم عامل ديليفري كان هو معاه صاحبه. التصادم كان شديد جدا، الثلاث شباب أصيبوا بإصابات بالغة، ولكن عامل الديليفري أصيب بكسر في جمجمة، وهو بقاله 53 يوم كان في العناية المركزة وفي غيبوبة. كان تم إخلاء سبيل الولد ابن أحمد رزق بكفالة وقتها بعد التحقيق، وطبعا دلوقتي امبارح توفي عامل الدليفري وتم استدعاء مرة أخرى نجل الفنان. طبعا القضية كده اختلفت، القضية الأول كانت إصابة، دلوقتي بقت قتل خطأ. التحقيقات ما زالت جارية، المشكلة أن الولد كان ماشي عكس الاتجاه بالدراجة النارية، فيعني ما زالت التحقيقات مستمرة، وقرار النيابة هو اللي هيبقى الفترة اللي جاية هيبقى فيه إيه. هو كم عمر ابن أحمد رزق؟ كم عمر الطفل؟ هو عمره أقل مفروض من العمر القانوني لركوب دراجة نارية 18 سنة، هو عمره أصغر، أعتقد هو في حدود مثلا 16 سنة أو حاجة كده، مش أكيد يعني، لم يعلن بشكل رسمي عن عمره، ولكن هو في حدود 15-16، هو أقل من العمر القانوني لركوب الدراجة النارية. طيب إلى قصتنا الثانية سمر، قصة غريبة. ده ابنه الصغير. نعم، خلينا ننتقل للقصة الثانية اللي هي بين نادي كويتي ونادي مصري، ما القصة تحديدا؟ القصة يا سمر غريبة جدا والناس كلها مستغربة. بدأت الخميس الماضي بأن نادي كاظم الكويتي كان عامل معسكر تدريب هنا في القاهرة استعدادا للموسم الجديد، وأعلن عن فوزه في مباراة ودية على فريق تليفونات بنسويف بهدف واحد، لنفاجئ بعد كده بأن تليفونات بنسويف أعلن أنه ما يعرفش حاجة عن المباراة دي وما لعبهاش، وهم لسه أصلا ما بدأوش التدريبات بتاعتهم. طبعا ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمشكلة دي، واكتشفوا بعد كده، حذر نادي تليفونات بنسويف من التعامل مع أحد وكلاء اللاعبين وذكر اسمه. دي عملية نصب تمت من خلال أحد وكلاء اللاعبين على نادي كاظمة الكويتي. وآخر التطورات أمس، وزير الشباب والرياضة أمر بفتح تحقيق موسع في هذه القضية، واتصل برئيس نادي كاظمة الكويتي وقال له على كل حال يعني اتطورت القصة يا سمر، يعني كل التحقيقات هتتم بالضبط، اتطورت القصة ودخلت التحقيقات دلوقتي، واتحاد الكرة أعلن أن بعد كده ما فيش أي مباريات ودية هتتم إلا من خلال اتحاد الكرة. هو قبل كده كانت المباريات الودية بتتم من خلال اتفاق مع ممكن شركات لتسويق للاعبين أو شركات التسويق الرياضي هنا في القاهرة، ولكن منذ هذه أو بعد هذه الواقعة اتحاد الكرة أعلن أن ما فيش أي مباريات ودية هتتم إلا من خلاله. وكذلك الوزير قام بالاتصال برئيس النادي ويعني أبلغه عن كامل احترامه للنادي ولجميع الأندية اللي بتلعب في مصر، وإن الموضوع مش هيمر مرور الكرام وهيتفتح فيه تحقيق واسع. وقع لازم هذا يعني، هذا موضوع كتير مثير، صار كأنه بيزنس. على كل حال كانت معنا سمر باشات من القاهرة، أخبار مثيرة ورائعة، شكرا سمر.